Hello, Papas. Yo. شو نعمل دراجة؟ عربي. هو اللي خرج عمي عباس من الكوميسارية. أنا ما خرجتش من الحبس. أنا قلت غير الحقيقة. شو من الحقيقة؟ ما بغيتوش يتشد في الحبس بسبابي. أنا مسامحه 28 عام هاتي. أوكي وي، شنو وقع هذه 28 عام؟ ضحك على داك الشلابي ديال خويا، قنعو بلي الضرب اللي ضربني 28 عام هادي قتلتني. ولكن عباس غلط، ما كانش يهرب من الدوار، كان يرجع باش يتأكد باش ما يحسبش له راسو اللي قاتل. اوكي سو انت كتهضر على المعطية هذاك اللي كان كيدير البلاك ميل بعباس باش ياخذ من عنده الفلوس، رايت؟ خويا هذاك غادي يخلص، الجدار ملي كيقلبوا عليه في الدوار. اوف كورس غادي يخلص، انا ما غاديش نسامح مع هذا الشيء اللي دار ليا واللي دار لبعباس. انا بغيتو يخبر في الحبس باش يتعذب كيما عذب خويا عباس. شو واقع؟